الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ترس سجري ترسي هنا. خوف يجب صرفه لله سبحانه وتعالى. ترس قريج ربي على مرابة. لأننا بهذا الخوف نعبد الله. شنك أموي ترسي مجي ربي على مرا عبادتك. ولأن الله يعلم السر وأخفى. شنك ربي عالمي تشتي جزليجي تشتي هندري ماداجي يدفرجي هر تشتي زانا. صرف هذا الخوف لغير الله شرك أكبر. توي ترسيفا تشتكي دني بترسي او شركة مازنة. الثاني من الخوف خوف جائز طبيعي لا يلام عليه الانسان. قسمة دودا ترسك جائزة ترسا طبيعي تجرب بعلم بيشتي تشتكي ساق قراكي ساكي بترسي يخاف أو. من النار من اللصوص من قطع الطريق مثلا تج ساكي بترسي يضج ايقر بترسي. الثالث من الخوف ياسس يا هو يخاف من المخلوق في معصية الله. ياسس ياجي إذا مخلوقك بترسى سبب معصية رب العالمين هذا خوف محرم أفاجي حرامه.